حلقة جديدة من ايجيبشن جونر بودكاست معايا النهارده محمود ممكن تابعوه على تويتر على كابتن كيمي محمود ازيك؟ ازيك يا احمد؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله معايا عمر انور ممكن تابعوه على تويتر على عمر ارسنال 94 عمر ازيك؟ ازيك يا احمد عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله كله كويس آه ماتش مريح جدا يا جماعه النهارده الحمد لله يعني الماتشات اللي فاتت كان في سمه منها سمه التوتر وسمه الدقايق الاخيره وسمه احنا بنستنى للاخر خالص عشان نعرف احنا كسبانين الماتش ده ولا الدنيا ماشيه ازاي حتى الماتش المريح بتاع ماتش برينفورد كمان كان ماتش يعني فرق جون في الاخر طبعا كنا معظم الماتش بعد الجون الثاني الدنيا مريحه ولكن برضو يعني دخل في جون في الاخر توترت دقيقتين ثلاثه لكن الماتش ده منتهي من بدري الحمد لله ضربه جزاء في الدقيقه 60 بتاعت لاكازيت كان بشكل كبير جدا قضت على الماتش وقضت على امال ليستر في اي حاجه الماتش قبل واتفورد 3 2 وول قبلها وولفز 2 1 في اخر ثانيه خالص لكازات قبلها برينفورد زي ما قلت 2 1 قبلها وولفز 1 0 في ملعب وولفز ب 10 لعيبه توتر غريب وضغط غريب جدا مكذب بيك يا عمر يعني اظن ده نوع حلو من الفوز عايزين نتعود عليه ان احنا نكسب مرتاحين نكسب متسيدين طبعا احنا ماتش برينفورد مثلا كنا متسيدين جامد وولز ممكن اقول كمان بولز متسيدين اجزاء كبيره من الماتش لكن الماتش ده ما عدا هنتكلم طبعا في السلبيات ال 20 دقيقه بين الدقيقه 25 لحد اخر الشوط الاول غير كده ممكن نقول الماتش كان مريح وماتش كان سهل بشكل كبير بالنسبه لارسنال أه، احنا الحمد لله اخر خمس ماتشات انت عندك الدنيا بتلعب اللي هو سواء على ارضك او بره ارضك انت المفروض الفريق يعني ضد الولفز ضد مثلا برنتفورد ضد ليستر انت الفريق زي يعني بتعمل معامله السيتي اللي هو انت الفريق الاقوى الفريق اللي هينزل يهاجم ماسك كوره وده اللي عملناه في معظم فترات الماتشات الخمسه حتى بيرلي يعني اللي هو الماتش اللي قبليه بغض النظر عن التعادل <applause> لعبت لعبك العادي لعبت ان انت ماسك كرة تمام بتهاجم ناحيه اليمين وناحيه الشمال شويه اطرافك اوديجارد ساك الكومباينيشن دي الناحيه الثانيه مارتينيلي وترني فانت يعني نازل بتلعب على قد ما تقدر ان انت تحاول تجيب جون في اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه وبعد كده بحس ان التراجع بتاع ارسنال ده اللي هنتكلم عليه طبعا التراجع ده ما كانش احسن حاجه بس انا بحس ان هو شويه مقصود او ان ارتيتا بيقسم الماتش على على فترات عشان المجهود ويوزع المجهود يعني فشايف انه مش وحش ان انت ان انت لعبت بالطريقه دي بس هي شويه ريسكي لان احنا في الفتره اللي هي ما بين الدقيقه 25 ل 40 تقريبا او اخر الشوط الاول كان ممكن يجيب في فيك التعادل لولا رمز شال كرة الصراحه ما تتشالش وكره تانية تقريبا انفرادة اللي هو بارنز ضحك على سيدريك بس الحمد لله رمز شالها أه الاوفرول performance يعني انت بتكسب اداء ونتيجه ما فيش ماتش من الماتشات دي انت ما تستحقش فيه الفوز خالص حتى وولفز اللي جبت فيه جون في اخر دقيقه أه لا يعني انت باين حتى بعد ما جبت الجون التعادل بتاع بيبي خدت الكوره وعايز اجيب الثاني وضغطت ما استسلمتش ف يعني اوفرول والطريقه الجديده اللي بيلعب بيها ارسنال انه يطلع تشاكا قدام دي مساعده ارسنال انه يتحكم اكتر في الماتش او يهاجم اكتر أو يمسك زمام الأمور أكتر بس طبعًا مضرة في الهجمات المرتدة أو الفريق التاني ده لما بيلعب ضدك لو بلوك ويلعب أي كونتر أتاك بتبقى مم الدنيا مفتوحة بالنسبة له. بس هي بس هي يعني الحمد لله النهاردة أداء ونتيجة وزي ما أنت قلت يا أحمد الماتش فعلًا ما ما حسيناش فيه بأي توتر خالص من بعد جون لكازات وعصبنا هديت يعني. ما عصبناش بالنا الفترة دي يا عمر يعني إحنا إن الماتش نبقى يعني إن الماتش منتهي أو النتيجة خلاص سيتلد ومعروفة. وقاعدين مريحين اخر مره حصلت كانت يوم 26 ديسمبر كان نورويتش 5-0 من ساعتها واحنا في ضغط على طول كان ماتش بدايه السنه الجديده سيتي 2-1 بعد كده خسرنا نوتنجهام فورست في في الكاس ليفربول 0-0 بعد طرد تشاكا ليفربول 2-0 ماتش العوده بيرنلي 0-0 عايزين نجيب جون للاخر يعني عايزين نرجع تاني برده احنا لما رايحين بنكسب خصوصا كمان دخلنا على اسبوع صعب جدا فكان مهم قوي ممكن اروح لمحمود كان مهم قوي محمود النهارده ما نرهقش زي اللازم وما نبذلش مجهود ازيد من اللازم وما نبقاش بنجري وبنلهث ورا الماتش حتى اخر ثانيه برده كان مهم جدا أه وده اللي حصل يعني بس م. انا كانت مشكلتي الوحيده في في النص ساعه الاخيره ان انا كنت خايف من الجون بتاع الكلين شيت ما كنتش خايف ان احنا نلحق نجري ورا المباراه حتى لو كان ليستر جاب جون ما كنتش متخيل ان هو هيرجع في النتيجه كان كان في في اخر ربع ساعه صوره ل براندن روجرز قاعد مع كولو توريب وهم بيتكلموا كده تحسهم بيتكلموا اللي هو اعمل تغييرات ولا مش هتفرق حسيتهم مقتنعين بالوضع وشايفين انه فيش حاجه هتتعمل و... وان هم مركزين في حاجه تانية خالص في الكونفرنس ليج فما كانتش عندي مشكله قد بس كنت خايف على كلين شيت لان النهارده احنا بنعمل رقم في الكلين شيتس فاضل 12 جيم في, في الدوري تقريبا و... واحنا حاليا عملنا 12 كلين شيت زي السنه اللي فاتت و... والسنه اللي قبلها كان 13 كلين شيت فعاملين ارقام كويسه كان بقالنا فتره برده من ساعه ماتش الولفز الاولاني واحنا ما, ما بنعملش كلين شيت في الثلاثة اربع ماتشات اللي فاتت وكانت بصراحه كلها اهداف كانت بتبقى مالهاش لازمه سخيفه كلها ده اللي انا كنت خايف منه بس انه يجي الجون في اخر ربع ساعه بس اللي اللي يبوظ يبوظ بس ال... الفوز الكويس انما غير كده ما كنتش شايف انه انه ليستر كان ممكن يقدم حاجه تانية زياده يعني هم فعلا بيركزوا في حاجه تانية غير الدوري السنه دي. كتر خيرك بصراحه النهارده ثلاث نقط كانت مهمه جدا ان احنا نرجع تاني ناخد المركز الرابع آه وفرق ثلاث ماتشات ما زال موجود لصالحنا بعد امبارح فوز يونايتد على توتنهام آه زي ما انت قلت يا محمود ارون آه ديل ما فيش حد فوقيه ما فيش حد جايب كلين شيت اكتر منه غير اليسون وادرسون 15 كلين شيت لكل واحد فيهم الفريقين بينفذوا على الدوري ووراهم ارون رامزديل على طول ب 12 كلين شيت. أه لو خدنا في الاعتبار كمان ان ارون رامز ما دخلش الفريق من اول الموسم ودخل الفريق في لحظه في نو... مش بنقول في نص الموسم لكن في نهايه اول ربع من الموسم دي حاجه طبعا تحسب له ان هو عرف يسيطر على المركز يخليه بتاعه ويقوي يعني يقوي مركزه كحارس مرمى الارسنال الاولاني احنا اصلا ما حدش فينا فاكر بيرن دلوقتي ولا حد عارف انه بيعمل ايه ولا هو فين فتحيه بصراحه لارون رامز ديل وتحيه على ال... يعني هنتكلم على ادائه النهارده كان اداء ممتاز في, في الماتش بشكل عام أه عمر ممكن نبدا نتكلم على التشكيل التشكيل هو نفس ال11 اللي احنا عمر واحنا بنسجل في شهر واحد قلنا عليهم 11 لعيب مفيش غيرهم مش عارفين غيرهم ما عندناش حلول غيرهم ان هم يكونوا كلهم ان شاء الله باذن الله لحد اخر الموسم كلهم فت وكلهم سلام اللعيبه دي هي القوام الاساسي اللعيبه دي هي اللي بتكليك زي ما بيقولوا مع بعض وهي دي اللي الخطه بتمشي معاهم على بعض طبعا باستثناء ان مركز الظهير الايمن نفضل يكون عندنا تومياسو احسن من صدرك ولكن مع الاعتبار دو... يعني اصابه تومياسو اللي طولت شويه اظن احنا ما كانش عندنا اي مفاجات تانية في التشكيل او اي امال تانية في التشكيل غير موضوع ان تومياسو يرجع تاني آه بالظبط يا احمد آه وممكن الناس تختلف اللي هو المركز الوحيد مارتينيلي ولا سميثرو قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده انا م. شايف ان مارتينيلي يعني متناسب اكتر مع لاكازات يعني اللي هو فكرة ان لاكازيت بيسقط لورا الكلام المعروف لكل الناس لاكازيت بيسقط لورا فيفتح مساحه لمارتينيلي زي جون ويست اللي جابه وزي كذا كوره فانا شايف انه يعني مارتينيلي سوتبل اكتر لاكازيت معضله او هادك حلو زي برضو ما بنقول كل مره سميثرو ولا ولا مارتينيلي بس هو بس اللي يضايقك ان سميثرو هيبقى مظلوم يعني شويه لان انا حاسس انه خلاص ارتيتا هيفضل مكمل بمارتينيلي يعني يوم الاربع اعتقد مارتينيلي هيلعب ف... سميث رو كده يبتدي ان هو هيبقى احتياطي كتير واوديجر طبعا في فورمه يعني اوديجر رقم واحد في ارسنال دلوقتي بل ان هو ممكن يبقى كمان يعني هو بالنسبه لي دلوقتي تاني احسن صانع العاب في الدوري بالفورم دي بعد دي بروين طبعا ف يعني في ناس كده مش هتعرف تشيلهم ساكا طبعا ما فيش كلام عليه فالفكره كلها بس يعني سميث رو ازاي هتنتجريت سميث رو في الفريق طبعا الناس ممكن تقول لك يلعب مكان تشاكا لا برضو انا شايف ماما انه كان شاكا يعني سيء شويه في في الدور اللي هو القدام ده بس بيفرق بعد كده لما الكوره وهي مش معاك بيغطي مع بارتي ويقفلوا يلعب 4 2 3 1 تقريبا والكوره مش معاك فبتبقى فارقة فهي دي بس الفكره كلها لكن التشكيل طبعا لا غبار عليه هو التشكيل ده والتشكيل ده حلاوته ان انت مكمل بيه كذا ماتش الانسجام احسن الكيمياء ما بينهم هتزيد <applause> آه فكل ده فارق يعني هو بس الفكره كلها زي ما انا قلت لك احمد سميثرو ومارتينيلي مارتينيلي. يعني هو الفكره حتى لو سميثرو لعبته مارتينيلي هيقعد انت بتظلمه برضه لان مارتينيلي فورم جباره برضه آه محمود هاخد رايك في موضوع مارتينيلي وسميثرو ده متخيل محمود هل في ماتشات لده وماتشات لده عشان انا مش قادر برضه احدد يعني ايه الماتشات اللي ممكن تعوز سميثرو وايه الماتشات اللي ممكن تعوز جابرييل حاسس اتنين ممكن يبدا الماتش ايه اتنين ممكن يلعبوا اي ماتش والاثنين مش هبقى خايف شفت حد اسم حد فيهم في الـ في السكور شيت مش هبقى قايل ليه ما لعبتش الثاني شايف في حل او في ممكن نقول نقطه فاصله كده في الموضوع ده نبقى عارفين مين هيلعب امتى ولا هو الموضوع مش هيحسم غير لما واحد فيهم يثبت رجله في المركز بشكل مستوي اربع خمس ماتشات زي ما هو حاصل حاليا مع مارتينيلي لا هو اعتقد انه مارتينيلي عنده ايه يعني عنده حاجه احسن شويه في رايي انا انه مارتينيلي اقوى بدنيا، انا بحس إن مارتينيلي اقوى بدنيا. هي. ومعندوش مشكله في ال... في التدخلات ودي بتدي له افضليه في حاجات كتير غير دوره الهجومي يعني آه سواء مارتينيلي آه اوديجارد ساكا حاليا لو اي حد بيلعبهم هو عنده مشكله انا قبل الماتش كنت بحاول ادور على الاحصائيه دي بس ما عرفتش اجيبها بس هحاول اجيبها حتى لو بعد الماتش الريكفريز بتاعت الكور ان انت يبقى معاك الكوره وتخسرها وترجع تاخدها تاني. أه القصه دي في الثلاثه دول بس أه ممكن مارتينيلي هيبقى اقل شويه من اوديجارد وساكا بس هما التلاتة بيعملوا القصه دي بقوه بقالها لها فتره كبيره يعني انت ما عندكش مشكله انك تخسر الكرة عارف ان في فرصه كبيره ان حد من التلاتة دول هيعرف يجيبها تاني أه اشوف ده في سميثرو اقل شويه يعني سميثرو يمكن يكون عنده لمسات احلى لعب اسرع شويه بس بس في العموم لا انا شايف انه سميث رو هيبقى عنده فرصه اصعب ان هو يثبت رجله بالذات ان هو اصابته اكتر يمكن مارتينيلي كان بقى فتره كبيره كان او يعني المواسم اللي فاتت كنا دايما نتكلم عليه ان هو بيصاب كتير بس بصراحه من ساعه ما اخذ الفرصه في في يناير وهو ما شاء الله عليه يعني بيعرف ازاي يلعب وعارف ازاي ما ما يبهدلش نفسه يعني او ما يحطش نفسه في, في مكان يعرضوا لمشكلة كبيرة يعني زي ما تقول ايه بقى خايف على المكان اكتر فبقى بيلعب كويس بس في نفس الوقت ما عندوش التهور اللي يخليه يبقى عنده مشكلة وفي نفس الوقت لا انا شايفه بدنيا اقوى من الفترة اللي فاتت كتير يعني وهي مشكلة ايجابية جدا يكون عندك لعيب على الدكة هيموت وينزل يثبت نفسه دي حاجة حلوة جدا يعني مش حاجة خالص ممكن نحس ان هي مشكلة ممكن تعمل مشاكل نفس الكلام اظن نتكلم على التغييرات في وقتها بس انا بشوف نيكولاس بابي برضه محتاج ياخد وقت اكتر ما بياخده حاليا بس هنتكلم على التغيير ده في وقته أه عمر ممكن نتكلم على بداية الماتش يعني أول 25 دقيقة على بعض هنتكلم طبعا على الجون بتاع توماس بارتي في الدقيقة خمسة ولكن عايز نتكلم على أو آسف في الدقيقة 11 هنتكلم على أول 25 دقيقة على بعض عمر أرسنال متسيد بالطول وبالعرض سيطرة يعني لحد دقيقة 25 ليستر مش موجود في الماتش فعلا ما ظهرش خالص الماتش ارسنال ماشيين الماتش على مزاجنا من اليمين للشمال التيمبو او الريتم بتاع الماتش احنا متحكمين فيه التيمبو كان على اعلى ما يكون في اول 25 دقيقه دول أنا كنت حاسس ممكن يطلع منهم اكتر من جون كنت حاسس ان في شويه رعونه في الانهاء برده ان احنا نخلص ان احنا يعني اظن دي حاجه محتاجين نتعلمها برده الفريق لسه صغير والفريق لسه بيكتسب خبرات ولكن لو فاكر عمر ماتش ارسنال مانشستر يونايتد مثلا 2016 2016 اه عملنا 25 دقيقه شبه دول بس كسبنا فيهم ثلاث اجوان 3 0 في اخر 25 دقيقه بحس ان الفريق ده محتاج لسه يتعلم الحته دي اللي هو انزل انس في الماتش في 25 دقيقه او في 20 دقيقه طبعا في الفرق اللي تقدر تعمل معاك كده اكيد مش هتعمل كده مع ليفربول مثلا او سيتي او حتى توتنهام او يونايتد اللعيب الفرق دي تبقى بتلعب معاك يعني راس براس مده معينه في الماتش ولكن بتكلم على الفرق اللي هي الثانيه اللي ممكن تعمل معاها كده انزل انزل في الماتش في 25 دقيقه جيب جولين ثلاثه وبعد كده اقعد بقى براحتك المرقعه اللي احنا شفناها في بيت بيت الشوط ولكن اظن يعني محاوله ان احنا نخلص الماتش بدري دي عايزين نشتغل عليها شويه يا عمر. أه في يعني برضو بحس ان ارسنال الايجابي ان هو انت بتنزل عايز تجيب جون في اول ربع ساعه بس ممكن البريشر ده عامل ضغط نفسي شويه في اتخاذ القرارات وده بان جدا عند مارتينيلي مارتينيلي فيه كذا كرة تحس ان هو مستعجل فيها يعني ممكن يهد عليها شوية تحسه مستعجل ممكن يشوط وحد فتح له ممكن يعني بياخد القرار الغلط دايما هو مثلا يحاول مثلا ان هو يلعبها بسرعة يبصية ولسه مثلا ساكن الناحية التانية ما جالوش فبحس ان هو شوية شوية قراراته مستعجل فيها مش هقول غلط بس مستعجل فيها نفس الكلام برضو بحس يعني اودجر طبعا مفيش كلام عليه بس في مثلا كرة جات له اللي هو بصال لساكا كده مرة واحدة كان كان سهل قوي ان هو يشوطها او يجرب حظه على المرمى بحس إنه لسه قرارات قرارات ارسنال او قرارات اللعيبة قدام مش مش احسن حاجة يعني اللي هو لسه مع الوقت برضه بالظبط ممكن يعني اقول شوية ان مارتينيلي بيأنن سنة طبعا انا مش مش بنتقد اللعيبة بس احنا عشان نوصل للتوب اللي احنا عايزين الفريق ده ان شاء الله ياخد بطولات والفريق ده يموت طبعا لازم في حاجات تانية هتتطور فيه تمام مش بقول ان دي غلطات بس هي طبيعي حاجات احنا كنا يعني شويه مع الخبره ومع الريتم بتاع المباراه الناس دي هتعلى ما هو اللعيب بيتطور طبيعي بيتطور في ايه في الحاجات دي العقليه بتاعته القرارات بتاعته امتى ياخد القرار ده امتى يشوت، امتى يباصي الكلام ده كله فارق يعني اوديجارد ابتدى شويه عن الموسم آه بدايه الموسم ابتدى تبقى ايه يعني اجرا على الجون شويه تمام محتاج نعم. يبقى اجرا اكتر بيتحط هو ما شاء الله عليه بي بي يعني اللي هو ال1 2 او ال1 3 اللي بيعملها دايما بتحطه بعد كده في بوزيشن وهو معاه كورة انه ممكن ايه يجيب جون في بوزيشن قدام المرمى يجيب جون زي جون واتف تمام في كور محتاج ياخد فيها شويه الجراه انت 25 دقيقه الصراحه لعبتها حلو جدا اه حتى بعد جون بارتي انت ضغطت وفي كوره اللي هي بتاعه اه اه لاكازيت اللي هو ساكا لعبها لسيدريك بعد كده سيدريك لاكازيت استلمها وحش مم. وبعد كده قام لساكا بس كان حاجه رايحه لتشاكا وفي آه. شوت في العرضة بالظبط فكان ارسنال واضح ان هو حتى كان عايز يعني بعد الجون الاولاني ده يجيب الجون الثاني يتعلم من الغلطات بتاعت كان في ماتش كده اللي هو كريست اه بتاع كريستال بالاس لما جبنا جون وتراخينا بس غصب عننا برضو خلي بالك يعني الدوري الانجليزي بحسه يا احمد صعب او كل الفرق معظمها صعبه يعني ليستر برضو ستيل لسه فريق قوي فلما مسك الكرة عليك انت برضو شوية غصبا عنك تراجعت فمش شايفها يعني زي ما قلت لك قبل ما نسجل كان هو ارتيتا بيحب يقسم الماتشات على فترات طبعا آ... طبعا كان الفترة اللي احنا تراجعنا فيها دي كانت ريسكي شوية ان انت كان ممكن يخش فيك التعادل لولا براعة رامز دي يعني بس اوفرول انت بينا وبين بعض انت مش 90 دقيقة هتفضل حاشر الفريق اللي قدامك واحنا برضه ليستر مش 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 واتفورد مش برنتفورد فانت اوفرول لعبت بالظبط ضاغط عليهم او ماسك كوره او دوميننت زي ما بيقولوا 70 دقيقه او 75 دقيقه فانا شايف ان هو حلو طبعا 25 دقيقه دي ريسكي وكان ممكن يخش فيه جون بس هو ده بقى يعني الكواليتي بتب... بتاعت الدفاع بتبان في, ال... في الاوقات دي هي هي محمود لكام كلام على نفس ال 25 دقيقه الاولين دول آه زي ما كان عمر بيقوله زي ما قلنا ارسنال مش بالطول بالعرض فرص يعني بالجمله او يعني كان فيه مش فرص حتى مش فرص اللي بتكمل الاخر ولكن جمل حلوة قوي بتلعب في نص الملعب ما بين آه اوديجارد ساكا لاكازيت اوديجارد مارتينيلي لاكازيت يعني آه اوديجارد حلقة الوصف بين كل العيب يعني هنتكلم عليه لوحده محمود ممكن يديله اربع خمس زي كده آه اوديجارد آه العيب يعني اظن انا كنت قلت كذا مره قبل كده انا كنت مستني لعيب زي ده بيبقى ارسنال من زمان من يعني من, من ايام ساس فابريجاس من ساعه ما في فابريجاس في 2011 وانا مستني لعيب بنفس الشكل اللي يجي جاء اوزيل وعمل كنا نقول ثلاث مواسم مثلا او موسمين ونص المستوى ده ولكن ما استمرش بتمنى اودجارد يعني ان شاء الله بكل كل يعني فترته مع ارسنال بالشكل ده. زي ما قلنا جون من ضرب محمود دي 11 توماس بارتي وبعديها توماس بارتي جاب كوره في العارضه. اظن محمود غير بخلاف النقطه اللي كنت بتكلم فيها مع عمر خلاف فرصه قصه اللي هو التسرع او الرعونه في نهايه الفرص آه غير دي انا مش شايف اي نقطه او اي تعليق هجومي يعني فعلا هو احنا برضه محتاجين نقول ان احنا ليه بنتكلم مثلا في موضوع رعونه في الفرص ده عشان انت كل ما بتتحسن كل ما بتبقى عايز تخلي كل حاجه بيرفكت او عايز يعني تفاين تيون او ان انت ايه تظبط انت خلاص كل ما دي تتحسن كل ما بتشوف الحاجات الوحشه بتبقى اصغر فبتشوفها بتعرف تشير عليها تقول اه ماشي عايزين نحسن دي كمان طبعا ده يبقى طمع مننا وجشع كجماهير يعني ولكن فعلا فعلا بخلاف آه موضوع شويه رعونه في انهاء الفرص انا شايف ده احسن شكل هجومي بالذات 25 دقيقه النهارده يا محمود احسن شكل هجومي بشوف الارسنال تحس ان هو كان فيه تدرج في 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 التطور ودلوقتي الفتره دي بيوصل للبيك بتاعه هجوميا هو احنا زي ما تقول في اول 25 دقيقه تقريبا عاملين ست او سبع محاولات على المرمى وقتها ليستر ما كانش عامل اي حاجه لان انا فاكره حتى السكرين كانت طالعه بالاحصائيه دي والماتش شغال فلا احنا كنا مسيطرين جدا على غير العاده في في اول ربع ساعه بس لا احنا كان عندنا فرص كتير على مدار نص الشوط الاولاني يمكن هم ما خدوش غير اخر ربع ساعه او اخر عشر دقائق بس من من الشوط الاولاني آه غير كده لا انت مسيطر بالطول والعرض انت بتحاول بس تتمنى انه آه الخبره تزيد عند حد زي مارتينيلي أنه اعتقد هو اكتر حد جات له فرص في الشوط الاولاني آه بتتمنى ان الفورم ترجع للاكازيت حاجات كلها بسيطه في 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 الماتشات ولكن على 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 العموم انت حاسس زي ما قلت الماتش اللي فات واللي قبله بانسيابية في الفريق يعني لا. في فلو كده ماشي بيه من الدفاع للهجوم واول ما الكره بتتقطع بتعمل ايه وبترجع ازاي وبتبقى مش خايف ان الكره تترد عليك هجمه مرتده وحتى لو تردت بتبقى ضامن ان بنسبه كبيره هيبقى في تصرف كويس من حد زي بنوايت النهارده كان عامل ماتش كبير جدا رغم ان ليستر ما كانش بين بس في الخمس دقايق والربع ساعه اللي على مدار المباراه كلها اللي لعبوهم ليستر كان دايما رامز ديل وكان دايما بين وايت حاضر فبقى في تكامليه كده يمكن ينقصها بس انهاء الفرص وده ممكن يحصل بشويه تدعيمات مش اكتر انما غير كده لا الفريق في زي ما بتقول كده في مرحله كويسه لو عايزين نقارنها بمرحلة جت كتير على مدار الموسم كان دايما بيجي لنا بقول لك ليفربول كاختبار حقيقه او رياليتي تشيك انه اللي انت بتعمله ده كله بيتبلور في في حاجه بقى كويسه اعتقد ان دي انسب فرصه حاليا ان احنا نلعب ليفربول الحمد لله سكواد كامل الحمد لله اه, آه بالظبط يعني انا كنت عايز اتكلم على الحته دي بس خليها لوقت خليها لوقتها بعد الماتش انه لا اللي بيحصل حاليا ده فعلا تطور في اخر خمس ست ماتشات كبير قوي الارسنال في الفتره الاخيره يعني. هي, هي. محمود نخش على ال 20 دقيقة اللي فاضلين او اخر ربع ساعة في الشوط الاول كان في تراجع او زي زي ما عمر بيقول عمر عمر شايف ان التراجع يعني جزء منه باي ديزاين ممكن نقول مثلا ان هو ده اللي يعني هو دي خطة ارتيتا ان هو بعد ما يحاول نقول مثلا نص الشوط او ثلثين اول شوط يحاول يجيب جون او اثنين يركب الماتش وتسيد الماتش اين كانت النتيجه عرفت اجيب جونين تمام او جبت جون واحد برضو خلاص هتراجع سنه او احاول او ابطل ريتم الماتش عشان ما اخلصش بنزين لعيبتي كلها انا شاب بشوف برده ان هو الكلام ده فيه جزء من الحقيقه بشوف ان هو انت مش محتاج فعلا زي ما هو بيقول تبقى بتهاجم فول باور طول الماتش انت انت مش سيتي وانت انت بعيد جدا كون سيتي انت مش ليفربول انت لسه بعيد انت تكون ليفربول فمنطقي ان انت تكون عندك فترات ومقسم ماتشك على بيريت كده او على اقسام انت عايز تعمل فيها ايه ولكن بحس يا محمود برضو طبعا ده قد يكون جزء من ان احنا اتحسنا فانا بحاول آه يعني ايه اخلي كل حاجه بيرفكت كل حاجه مثاليه بس انا بحس ان احنا عندنا مشكله في ان احنا نهدي رتم الماتش ما نبقاش عمالين بنهاجم 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 من غير ما نفقد استحواذ على الكوره موضوع ان نمسك الكوره ونخليها معانا بدون الهجوم المبالغ فيه بتاعنا بحس لسه الفريق مش بيعرف يماستر او عارف يعرف يتحكم في الموضوع ده محمود يعني كنت حاسس ده اللي بنحاول نعمله في اخر ربع ساعه نهدي الريتم وما نبقاش كل لعيبه قدام وتيرني بي اوفرلاب سوري تيرني بي اوفرلاب وسيدريك بي اوفرلاب وسكا قدام ومارتينيلي بيجري وادجر جوه المنطقه ولا كازيت احنا بنحاول نبقاش ما نبقاش كده وفي نفس الوقت معانا الكوره ما عرفناش نعمل كده قوي عشان نحاول نبطئ الريتم اضطرينا نتخلى عن الكوره وده ادى لان كان في خمس دقائق مثلا في اخر ربع ساعه الاستحواذ في يوم كان 80% اللي او حاجه كده وده ما اظنش ان كان عايز يعمل كده خالص وجت برده الكره الخطيره بتاعت بارنز العرضيه اللي عملها بارنز وصدى الخياليه اللي رمز دين عملها. برايك يا محمود حته التراجع دي عندك وجهه نظر فيها او شايف الموضوع ده بيحصل ليه؟ هو انا مش شايفه تراجع قد ما هو ممكن يبقى انت ما بتضغطش بالصوره اللي انت بتضغط بيها على طول. وفي نفس الوقت ممكن هم كشباب سنهم صغير آه لسه ما عندهمش برضو من خبره نقل الكرة من غير ما تبقى او بتبقى بتلعب بيها لعب سلبي تبقى آه. على طول ماسك الكرة لحد ما تستنى ان اللاعب اللي قدامك في الفريق آه آه في ساعات انت وانت بتلعب بتحس ان اللاعب اللي قدامك استفز من كتر ما انت ماسك الكرة فحاول ياخد قرار ريسكي بالظبط في فرق كبيره بقى زي السيتي مثلا وليفربول تقدر تلعب على الحته دي انها تفضل تزنقك كتير آه بـ بـ بتنقل الكرة لحد ما تستفز لاعب نقطه ضعف تخرجه عن شعوره مثلا في قرار غلط او حاجه تقدر تفتح منه ثغره انما اعتقد اللعيبه دي كلها صغيره في السن غير ان هم عندش الخبره دي اعتقد برده ان هم عندهم حته الـ 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 الاندفاع اكتر او ان هم عاوزين يقدموا اكتر من كده او عاوزين يبقوا دايركت على الجون اللعيبه كلها اغلب اللعيبه اللي بتلعب معانا تقريبا في الهجوم هي لعيبه سنها صغيره وكلها دايركت على الجون يعني التفكير العام بتاعهم كلهم دايركت على الجون وعايزين يروحوا على الجون دايما فمجرد ان اي حد في الرباعي دول يتنقل له كره من توماس بارتي او او من جرانيت شاكا هيبقى عنده فرصه كبيره ان هو هيحاول اول حاجه ان هو يستنى مثلا حد يسند عليه عشان يروحوا سوا او ان هو هيروح لوحده زي ساكا مثلا او اوديجارد فده لوحده بيخليهم عرضه ان هم ينكشفوا كتير او عرضه ان هو لازم ياخد قرار بسرعة والقرار ده ممكن يبقى تسديدة فيرجع الكرة لأن الفريق التاني يبدأ يبني فرصة أو تبقى تتقطع منه مثلا فيبقى هجمة عكسية يمكن ده اللي مخليهم لسه في الحتة دي مكشوفين شوية إنما غير كده أعتقد إنه مش إن إحنا بنتراجع وإن إحنا بنسيب الكورة لمجرد إن إحنا عايزين نسيبها لأ يعني أعتقد إن هم بس بيحاولوا يخفوا الضغط اللي هما بيعملوه شوية ولكن ما عندهمش القوة بتاعت إن أنت تفضل ماسك الكورة كتير وتلعب لعب سلبي امم <متحدث> انا ما في الحته دي بصراحه هو بحس فعلا زي ما انت بتقول حته اللعب السلبي دي ان انا انا اللي ماسك وانا متحكم ولكن مش بهدد مرمى الخصم دي بتيجي مع الخبره بتيجي بصراحه مع اللعيبه تفهم اكتر الدور هتفهم تفهم ازاي تعمل حاجه زي دي اللعيبه كلها صغيره زي ما تقول اللعيبه كلها اول اول غريزه عندها اخد وروح الجون يعني ساكا ومارتينيلي ما اعتقدش في حد فيهم ممكن تقول له بيقول لك العب لعب سلبي ومشي الكوره في النص اللعيب دي يعني عايز تاخد الكوره تروح الشبكه على طول مش مهتمين بأي حاجه ثانيه فعلا بتيجي بالخبره وبتيجي بفهم ايه الماتشات المناسبه اللي اعمل فيها كده وايه الماتشات اللي العب بيها براحتي واخد الكوره واروح على الجون كل شويه ماتش مثلا ماتش واتفورد على الرغم من من النتيجه محمود مثلا 3 2 وانت الماتش كان ضيق وكان ادائك الدفاعي مش كويس لكن ماتش مناسب تعمل فيه كده كل ما تاخد الكوره تروح على الجون بتلاعب فريق هزيل دفاعه سيء جدا مهدب بالهبوط عيش حياتك يا عم خد الكوره روح على الجون واقعد اعمل حركات ويمين وشمال ورقص جري جوان بكعبك والمهرجان اللي عملناه ده كان ملائم للماتش ولكن ماتشات مع فرق مستواها احسن شويه زي ليستر فعلا محتاج تتعلم ازاي تسيطر على الماتش من غير ما تفقد الكوره من يعني غير تفقد التحكم في زم... ما الامور. أه... عمر نروح للشوط الثاني بين الشوطين عمر كان كلنا عندنا امنيه واحده ان احنا نرجع السيطره بتاعت اول 25 دقيقه رجع بشكل كبير جدا انا اعتقد ان احنا الشوط الثاني ما عدا اخر 10 دقائق اللي انا كنت سرحان فيهم ومعظم الناس كانت سرحت فيهم خلاص. أه... معظم الشوط الثاني كان تحت يعني السيطره ارسنال. من كل الاتجاهات هجوميا ودفاعيا دفاع ارسنال كان يعني مش موجود اصلا في الشوط الثاني معظمه الجون كان شيء متوقع وكان شيء وقته بس منتظر حتى الجون ما جاش مثلا من لمسه يد عمر من العرضيه بتتعمل او حاجه جا من ان احنا قاعدين جوه منطقه الجزاء احنا بنشوط الكوره براسنا من جوه ست ياردة فجت طبعا لمسه اليد وجت ضربه الجزاء اظن يعني الجون كمان توقيته عمر ريحنا جامد ضربه الجزاء توقيتها ريحنا جامد جدا ولكن اظنه كان منطقي كان متوقع في ظل ضغط ارسنال في اول ربع ساعه في الشوط الثاني أنا كنت يا أحمد متوقع أو كنت مطمن شوية إن احنا لو خرجنا من العاصفة بتاعت ليستر اللي هي الربع ساعة دي أو العشر دقايق دي الشوط التاني هيبقى فيه راحة طبعًا بين الشوطين مستريح م. تبتدي كأنه شوط أول من أول وجديد أو ماتش من أول وجديد هتبتدي أنت تبقى مسيطر وماسك كرة وهتبقى ضاغط كان أرسنال محتاج إن هو فترة البريك اللي كان واخدها في الشوط الأول دي اللي هي أقصد الآخر ربع ساعة دي تخلص بحيث ان هو يبتدي يرجع يمسك زمام الامور من الاول تاني ليستر كان حتى يعني واضح ان هو بالظبط او روجرز بمعنى صح دماغه اللي هو زي ما بيقولوا صاحب بالين كداب نصه في الماتش ده ونصه في ماتش الخميس مش عارف ليه مع انه كان كسبان ران يعني 2-0 وكانت نتيجه كويسه او مريحه بس واضح قوي من, الـ من, الـ من النجوم اللي كان مريحهم تيلمنز انديدي بريرا لوكمن ده هو واضح ان هو بايع الدوري خالص ودي حاجه انا شايفها كانت في صالحنا فانت كان انت تنزل بس الشوط الاول اسف الشوط التاني كنت انزل تمام نفس الضغط بتاع اول ربع ساعه ده وده اللي حصل فعلا ضرب جزاء في الدقيقه 52 ترجمتها لهدف تاني وخلاص وقبليها كان في كذا كوره برضو ضاعت من من مارتينيلي فانا ما كنتش أعلان خالص الصراحه من يعني انا كنت بس الكل قلقي ان الشوط ده يخلص عشان واثق ان الشوط الثاني هنرجع تاني بالعقل وبالهدوء كده نمسك كوره ونسيطر على الكوره ونبتدي برضو نحاول ان احنا نجيب الثاني لان ده كان واضح قوي او كان زي الضغط بتاع ليستر جرس انذار لارسنال انه ينزل الشوط الثاني يلعب بالظبط زي الشوط الاول. حقيقي حقيقي انا فعلا يعني غير الربع ساعه اللي الشوط الاول انا فعلا مش متذكر فتره كان لسه متسيد فيها او حاجه خالص يعني متخيل يعني فعلا بحاول افتكر اي فتره كنت قلقان فيها او حاسس ان لسه ممكن يكون هي الربع ساعه او ثلث ساعه في اخر الشوط اول دي غير كده الستاره الارسنال بطول عرض بصراحه في كل حته ويعني وكان كنا ضامن ان انتم كنت, كنت مستترين على كل حاجه في الماتش لحد ما جاء ضربه الجزاء انت قلت الحمد لله كازيت جابها ويعني اوقف الصيام على التهديف كان عمره ما قعد 10 ماتشات ما جيبش اجوان مع ارسنال والحمد لله جاب جول النهارده عشان برده النهارده اظن الماتش هيبقى الماتش العاشر مش متاكد بس الحمد لله اوقف الرقم ده ان يعني كان هو ايه محمود عايزين نبدا نتكلم هتكلم معاكم واحد ورا الثاني على اللعيبه فرديا وهسيب اودجارد لعمر عشان عمر كانش مقتنع بيه فانا هبدا طبعا محمود من حد غير اودجارد عشان أه عشان اسيب اودجارد لعمر آه محمود النهارده عايز اتكلم دفاع اصلا بشكل عام كله على بعضه آه دفاع ممتاز اتعامل من الماتش على قد مستواه بن وايت عمل تدخل محمود ممتاز ممتاز في الجزائر بين وايت انا كنت بشوف ان هو عنده اه خد كرة بين رجل ماديسون بشكل محترف جدا جدا هو كان رمى نفسه على الارض فاما ضرب الجزاء يا اما ياخدها بمنتهى الصياعه هو خد الاوبشن الثاني خدها بمنتهى الصياعه آه بشوف دايما بين وايت عنده حاجات كويسه كتير جدا بس عمري كنت لو تقول لي قول لي كده بين وايت عاجبك فيه ايه مش هقول لك التاكلينج يعني تبقى اول حاجه طبعا بس كمان حتى دي ازمه هو كويس فيها جابرييل بيستمر في ان هو يكون مدافع سايلنت يعني جابرييل طال كده تفتكر هو جبريل ايه اللقطات اللي بيعملها تبقى مش فاكر تتفرج على الماتش تلاقيه بيخلص اربع خمس كور وكان ممكن يبقى لو عدوا كان يبقى فيه مشكله كبيره جدا آه نفس الكلام كيرن تيرني مش احسن مست... احسن فتره ليه مع ارسنال يمكن جه كان دوره دوره زي ما انت قلت الحلقه اللي فاتت معايا محمود دوره اختلف شويه مع ارسنال فده يمكن ده اللي يخلينا هو اخر لاعب فعلا بد... بالظبط فهو عشان كده بقى. احنا لما بنقارنه بتيرني اللي احنا عارفينه وعايزينه بتقول ايه ده ده مش هو هو بس هو, بس هو اظن ده مطلوب منه يكون مش هو هو آه سيدريك مهزوز شويه ولكن تعمل ماتش على قده تغفل في الكوره اللي كان عمر بيقول عليها برده والحمد لله بقى هنتكلم صح عليه على خامس الغرض يعني هو الغرض ده لعيب احتياطي بس اتمنى الموضوع ما يتولدش عن كده برده تومياسو بيدي حسسني بالامان اكتر بكتير آه رامز ديل شال الكره اللي كنا بنتكلم عليها بتاعه آه اللي اتغفل فيها صدرك وشال الراسيه طبعا صدى ممتازه ممتازه جدا والاكشن براند روجرز كان كان حلو جدا بصراحه لقطه المباراه فعلا ان مدرب الفريق اللي ضدك محمود يكون منبهر بحارسك دي حاجه يعني ما بتحصلش كتير ولكن يعني قول لي كده رايك في دفاع ارسنال النهارده انا عارف ان هو ما اختبرش جامد ولكن احنا زي ما احنا عارفين في سيستم ارسنال الدفاع برده فعلا اول خط من خطوط الهجوم فالنهارده بشكل عام دفاع ارسنال كان ممتاز في رايي اه ما فيش شك في الفتره الاخيره يعني هي بس شويه اهداف اللي كانت بتدخل زي ما قلت ملهاش لازمه بس ما كانتش بتؤثر على نتيجة المباراة بالصورة المباريات اللي فاتت بالصورة لكن غير كده لا يعني اعتقد ان انا بقالي فترة كبيرة جدا ما اتفرق يعني من, من, من كم يوم بالظبط من كم يوم شفت تويتة كده حتى حط الصورة بتاعت الرباعي ده وحتى الصورة بتاعت مصطفي وسكراتس وبيلرين وكولاسينتش فحسيت بقد ايه انا كنت يعني اللي هو احنا ازاي كنا عاملين في نفسنا كده مش يعني احنا فعلا اتنقلنا نقله حضاريه فعلا في الدفاع ما بين الموسم ده والثلاث اربع انا قلبي اتقبض بالاسامي اللي انت قلتها والله بقول الصوره نفسها بالكيت كده بتاعت 2019 دي بتاعت امري مم. فتره افتكرتها ما عايز افتكرها تاني فعلا لا لا فعلا ف ف ف ف ف ف ف يعني اي حاجه اي اعتراضات كانت عندي على في خلال ارتيتا دلوقتي بقى له سنتين سنتين وكم شهر اه اي حاجه اعترضت عليها اي حاجه اشتكيت منها مش من ضمنها الدفاع احنا الكالتشر الدفاعيه او طريقه الدفاع او الكوميتمنت الدفاعي محمود او الطريقه اللي لعبتنا بتدافع بيها اكتر حاجه اتحسنت اكتر حاجه اختلفت حتى مع المهرجين حتى الدفاع كان في ديفيد لويز كان ارتيتا فيه ماتشات طبعا ديفيد لويز والديفيد لويز زي ما بيقولوا ديفيد لويز حاجه حاجه ديفيد لويز بيعمله وحاجه حاجه بتعملها بيعملها بس كان في ماتشات ديفيد لويز بتلاقي ان هو مدافع صلب يعني ايه اللي بيحصل ده على العكس ايام امري طبعا كان على بيبقى لعيب مهرج ففعلا يعني حاجه بصراحه يستحق الثناء عليها ارتيتا الاستراكشر الدفاعي وثقافه اللعيبه المدافعين بتوعنا انا بحس ان هو موضوع المدافعين عندنا في ارسنال ده كان له شقين شق شق, شق تكتيكال انا ما اعرفش اتكلم فيه وما اعرفش احلله وما اعرفش اشرحه واقول لك بيقفهم ازاي لكن في شق تاني ثقافه المدافعين عندنا المدافعين عندنا كانت دايما بتاعتهم مهملين بالظبط شخصيتهم فيها اهمال رهيب انا حاسس ده شيء اتغير من محمود بصراحه موظفين كانت تحسهم هو جاي موظف جاي يؤدي مهمه كده ان هو يقف ال 90 دقيقه وخلاص ومش فارق معاه اي حاجه انما اللعيبه دلوقتي لا انت بتحس فعلا ان هم بي... بيؤمنوا بحاجه بيلعبوا لها بيقاتلوا على كل كوره بيخرجوا معاك في, في بنى اللعب عمري ما شفت اي حد من الاربعه اللي انا ذكرتهم دول بيقدم لي اي دور هجومي والاكيد و... 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 ان فعلا الناس اللي مشيت دي كلها هي راحت في طاير نسيان ومحدش عارف عنها اي حاجه ولا ولا هي كانت مؤهله اصلا ان هي تلعب في في, في... 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 في فريق زي ارسنال يعني وفي نفس الكلام في الهجوم يعني كل الناس اللي مشت انا دايما عندي قناعه ان كل الناس اللي مشت من ساعه سانشيز مفيش حد منهم اصلا كان على درجه ان هو يلعب الارسنال و... كلهم ولا واحد تندم عليه اصلا فرق اقل وكلهم فرق و... وكلهم لعيبه اتنست يعني مجرد ما خرجوا اتنست انا انا ما بندمش على اي حد في كل المجموعه دي غير رمزي وجزء منه جزء من موضوع عاطفي بصراحه يعني لكن فعلا مش حد تندم عليه خالص يعني فكر كده في الاسامي محمود هل في لعيب كنت تقول يا ريتوا ما مشي انا مش لاقي يعني انا كان نفسي رمزي يقعد لاسباب عاطفيه وعشان فورمة هو كان أظن كانتش بقت عنده خلاص قوي كان نفسي مثلا أوزيل يرجع فورمته القديمة بس ده كان شيء مش هيحصل أزيل كان هيرجع فورمته القديمة فاهم قصدي ايه كلها أسباب عاطفية ولكن أسباب فعلا فعلية محمود ماظنش في حد ممكن يقعد هنا بالضبط. فالدفاع لا حاليا لا احنا في طفرة قوية جدا اتمنى انه ارتيتا يشتغل في الفترة اللي جاية او في المواسم اللي جاية يعني على بقى حتة الهجوم ان انت ازاي هتقدر توصل للاعب مهاجم ومثلا جناح تاني دي اكيد هيفيدوا الفرقة هيعلوا منها اكتر من كده يعني هاي هاي فعلا اه نروح بقى لعمر عمر اللي كان عايز ماديسون اه مكان اوديجارد طبعا يعني, يعني انا مش مش بقول ده كان شيء غريب او ده كان شيء خيالي كان ناس كتير ساعتها وكان في شيء من المنطق يعني أنا مش شايف ده شيء برضو اللي هو ده راي او تريجز او راي اللي هو تزلت فكر حاجه زي دي كان منطقي جدا تقول لعيب عنده خبره في الدوري الانجليزي لعيب بقاله فتره مثبت نفسه في انجلترا ماديسون ما عملش مواسم سيئه في انجلترا من ساعه ما ظهر من ساعه تالق على الساحه كلاعب كعيب سوبر ستار يعني ما كانش عامل ولا موسم سيء قبل الموسم ده دا اظن ده اول موسم سيء ليه من ساعه ما تالق يعني اوديجارد كان لعيب جالنا نص موسم عمل نص موسم في ماتشات كتير حلوه ولكن لو خدت الافج بتاعه ما كانش مذهل برضه انا يعني كنت بحس ان هو عنده لمسات حلوه جدا وتشوف حاجات كتير تقول ان هو اه الواد عنده بوتنشال ولكن ياما شفنا لعيب عندها بوتنشال عمر في الاخر ما ظهرتش ولا حاجه انتهت خالص جدا البوتنشال ده وكم لمسه الحلوين ما عملوش حاجه في الاخر فكان فعلا توقعك يعني او مش توقعك كان البريفرنس تاك او اختيارك كان, كان منطقي ساعتها ولكن اوديجارد عمر لحد دلوقتي احنا في شهر ثلاثه ست شهور معدوا من, من الموسم الموسم فيه, فيه شهرين اثبت بما لا يدع للشك ان الخيار كان صعب افضل من درس كتير جدا ارقاما ونظرا انا حتى الارقام ده بهتمش بيها غير لاثبات نقطه ولكن عشان تثبت اللي انا شايفه بعيني انا شايفه بعيني ان النهارده بالذات فرق سنين ضوئيه بين موهبه الاثنين انا مش هتكلم بقى على المستوى اللي بيقدموه عشان المستوى ده بي بيختلف الماتش للتاني وثبات المستوى هو اللي بيحدد اللي لعيب كويس اللي مش كويس لكن كموهبه الاثنين انا النهارده بعيني شفت ده لعيب موهبه في ليفل تاني خالص ده بيلعب في حته غير بيلعب فيها خالص تماما لعيب عنده موهبه معقوله وبيشتغل عليها بمجهوده وبجري وبالاخر بتعمله في الملعب ده بانسون لعيب عنده موهبه مش طبيعيه بالاضافه لمجهوده واللي بيجري بيعمله في الملعب ده اوديجارد ففرق كبير جدا من الاثنين بصراحه كمان لما تدخل عمر فاكتور الصفقه بتاعه ويلوك ان احنا بعنا ويلوك ب 25 واشترينا اوديجارد ب 30 مليون فانت جبت اوديجارد ب 5 مليون في فكرت الصفقتين على بعض او جبت اوديجارد بويلوك ب 5 مليون انا شايف دي قد تكون أحسن صفقة عملناها من مش أنا مش عارف إمتى أظن مثلا أحسن صفقة عملناها من ساعتها كان مين ممكن نقول أر 7 ب 12 مليون مثلا بس أر 7 ما لعبش مدة طويلة كويس أنا فعلا مش عارف أفكر في صفقة أحسن من دي أو صفقة ماديًا أقوى من دي من زمان جدًا جدًا. أه معاك حق يا أحمد الصراحة وطبعًا أه يعني بعد ما أودجر جه أرسنال أنا كنت بفضل ماديسون الصراحة أه بفضل ماديسون لأهم سبب التروما اللي عملها لنا نيكولاس بيبي تمام والمفاصله اللي كانت ما بينه وما بين زها، زها انا عارف ما حققش نجاح خارق ولو جبنا ارقام بيبي بي مع زها هنلاقي ان بيبي جايب اجوان اكتر او عامل اكتر بس زها طبعا انت قارن الفرق ما بين كريستال بالاس وما بين ارسنال. آه هي دي بس النقطه ان انت يعني او ان انا كنت افضل سيبك الفلوس على جنب او الفي على جنب أنا كنت أفضل لعيب بريمير ليج بروفن أكتر، لعيب مش هيحتاج ينسجم أكتر، هياخد وقت قصدي عقبال ما ينسجم، لعيب السنة اللي هو كان فيها وحش أو السنة اللي هو يعني سلفت كان مصاب هي ده بس كان العيب بتاعه، حتى السنة دي يعني عامة برضه يعني مش دفاعا عنه طبعاً أوديجارد خلاص يعني هو حتى أوديجارد مناسب للعب بطريقة أرتيتا أكتر وانا فهمت هو ليه مصمم على أوديجر لان هو ناوي يقلب الشكل بتاع ال4 3 تلات، 3 هولدنج ميدفيلدر واحد تمام واحد على اليمين وواحد تاني على الشمال فا مناسب جدا 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 للناحيه اليمين دي ولاحظنا دلوقتي بعد ما كنا بنعتمد على الجبهه الشمال في الهجوم بتاعنا دلوقتي بقى مينلي اليمين والشمال واكتر اكتر بنسبه كبيره اليمين الكومباينيشن اللي ما بين ساكا أوديجر دي رهيبه 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 رهيبه, رهيبة فل. الصراحه فا مناسب اللي لعبه أرتيتا أكتر أودجارد على فكرة موهوب أكتر بس أنا كان عندي عيب بس أو عندي يعني نقطة إن هو اللي هو فاهم زي ما بيقولوا اللي هو نوت فيت للبريمير ليج بس الصراحة م. هو الحمد لله الحمد لله آه يعني زي ما بيقولوا اللي هو إيه جلدني تمام آه الولد آه أكتر يعني هو المايسترو بتاع أرسنال فعلا في خط النص آه ستامينه عالية جدا أه لاحظت في الدقيقه 75 رجع لحد ال 18 وكان في كرة مع مع لوكمن ولا انديدي مش فاكر او داكا اه وعم عامل تاكل وخاطفها منه وراحت لجابريال الواد يعني الاستامينا بتاعته عاليه جدا الروح الكره في رجله حتى يعني دلوقتي فعلا انا كنت كاتب تويته كده من, فتره حسيت ان سيسك فابريجاس بتاع الفتره بتاعت 2008 ل 2011 رجع اللي هو اللعيب اللي الكره بتبقى معاه في رجله بحس فعلا ان في حاجه هتحصل في خطر هيحصل على الاوبوننت بتاعنا آه، رهيب جدا في الكومباينيشن اللي مع ساكا بيعرف بطريقه غريبه بطريقه ساحره فعلا انه يعرف مثلا لو عليه اثنين او ثلاثه كان في كده سموها الفينجر بول الحته اللي هي كانت في الدقيقه 70 مش فاكر كده او بعد ما اه كان في الدقيقه 75 لما عمل قعد هو وبارتي ولاكازات يقسموا على نديدي الكره اللي راق اللي هوش فيها وبعد كده لعبها وان تو ل... لبارتي وبعد كده لكازات ولاكازيت قام مديها له تاني وفتحها لتشاكا الصراحه يعني انا قلت ده الكلام ده كنت بشوفه مع اوديجارد مش هقول في الدوري الاسباني بس من الفيديوهات اللي كنت بتفرج عليها بس كنت بقول لنفسي صعب قوي اوديجارد يعمل الكلام ده في البريمير ليج يعني وما فيش حد في البريمير ليج هيسمح له يعمل الكلام ده بس الحقيقه يعني الولد يعني تحفه و... وخايب ظني و... ودي حاجه كويسه زي ما انت قلت يا احمد 30 مليون لا طبعا كصفقه ارخص واحسن من ماديسون خلاص بس بالمناسبه عامه يعني انا بقول لك برده والله مش عشان حاجه بس انت عندك ماديسون يعني السيزون ده ليستر وحش جدا بس مشارك في 10 تجوان في الدوري تقريبا جايب سبعه ومشارك في ثلاثه اسف هو الولد مش وحش بس دلوقتي دلوقتي اهو بعد ما ما شفنا اوديجارد وماديسون اوديجارد مناسب مناسب للعب ارسنال اكتر او لعب ارتيتا اكتر هو الكومباينيشن مع ساكا دي هي دلوقتي الـ السلاح الاول بتاع ارسنال بعد ما كان تيرني ومارتينيلي او تيرني وسميث رول اللي كان بيلعب ناحيه الشمال هو ده السلاح بتاع ارسنال الكومباينيشن اللي ما بينهم او الكيمياء اللي ما بينهم رهيبه ارخص اصغر حتى السالري بتاعه اقل فطبعا اودجارد ولاس انجري برون ما بيتصابش كتير يعني نمسك الخشب فطبعا ارتيتا الصراحه التالنت اي دي بتاعته او كل الصفقات اللي اختارها تمام أه كان عنده حق مية في فيها هاي يعني بصراحة يعني أنا زي ما أنت تقول نفس كلامك عمر بصراحة أوديجارد بقى يعني ممتع بتتفرج عليه موضوع يعني أوديجارد وساكا ومارتينيلي التلاتة ممتعين جدا طبعا مع لاكازيت الرباعي الهجومي ده ممتع بتتفرج عليه مش مجرد منتج ودي حاجة برضو لها كتير جدا جدا غايبة احنا يعني ممكن نقول سانشيز مثلا كان لعيب منتج جدا جدا ولكن مش لعيب ممتع اتفرج عليه اوزيل كان ممتع لكن سانشيز كان لعيب ممكن نسميه لعيب كلامزي اللعيب اللي هو بيخسر الكوره بيحاول 20 مره بيخسر الكوره 17 بس ثلاث مرات بيوصل منهم مره يجيب جون لكن اللعيبه الممتعه اللعيبه اللي عندها التكنيك العالي ده التكنيكالتي عاليه جدا عند اوديغارد اللي عند سميثرو اللي عند ساكا اللي عند مارتينيلي اللعيبه دي فعلا الاربعه دول مستقبل هجوم ارسنال ان شاء الله كلهم سنهم تحت 25 كلهم قدام لسه كتير في الكوره ان شاء الله كلها مع ارسنال فيعني صراحه الموضوع واعد هكوميا جدا 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 اروح للعيب الجاي اتكلم عليه معاك يا محمود توماس بارتي توماس بارتي محمود من ساعه مادة نفسه ريتنج 4 من 10 في شهر 12 وهو نوع الشر من ساعتها وتطور تطور ما شاء الله ممتاز رهيب جدا بصراحه وصل لقمه التطور ده في ماتش سيتي كان كان ساعتها في نظرنا دي قمه التطور بس هو من ساعتها بقى محافظ على نفس المستوى ده منزلش نزلش عنده مكمل في كل ماتشات لحد دلوقتي نفس المستوى خد موضوع ان انا يعني احنا كنا طبعا على طول في الكلام بتاع اصل توماس بارتي ما بيعرفش يلعب من غير تشاكا اصل توماس بارتي لازم حد جنبه شاب كبير في السن توماس بورتي من اول السنه من اول 2022 بيلعب لوحده من ساعه ما تشاكا اتقدم خطوتين قدام نص ملعب لوحده تماما شايل نص الملعب بتاع ارسنال من غير اي مشاكل من غير ما بس... يعني تحس دي, دي حاجه برده محمود اللعيب اللي بيبذل مجهود واللعيب اللي يكون بيعمل حوار ثقيل يعني شايل شيله ثقيله بيبان عليه تحس اللعيب على اخر الماتش مجهد عدى 80 تلاتة تلاقيه واقف حط حط ايده على رجله رجل وبيريح توماس بارتي بيحس الموضوع بالنسبه له مش يعني مش مش حوار بيخلص الماتش فهو عادي توماس بارتي زي ما نزل الماتش عرق شويه وخلاص والموضوع بالنسبه له افرتلس كده اللي هو مش قصه خالص يعني فهو ده ده انت دلع على الكواليتي بتاعته بصراحه لعيب كواليتي هو ده اللعيب اللي كنا جايبينه من اتلتيكو ده اللي كان عندنا امل ان هو يكون ده المنظر يكون عليه جاي من اتلتيكو ممتاز بصراحه واتمنى محمود يعني يستمر لحد اخر موسم قول لي رايك كده في توماس بارتي واهميته في الفتره الجايه كمان هو لاعب زي ما تقول انا بحسه سلس يعني ما عندوش اولا هو واضح ان هو ما عندوش مشاكل يعني فعلا الكلمه اللي انت قلتها في الاول الريتنج اللي هو ده نفسه ده يدل على ان هو لعيب يعني متصالح مع نفسه تماما ما عندوش مشكله مع حد بيلعب الكوره للكوره مش اكتر بس هو فعلا يعني الموضوع زاد معاه قوي من ساعه الطرد بتاع ماتش اللي هو اللي رجع فيه قبل ما... قبل ما يلعب ماتش بيرلي او الماتش بتاع بيرلي الماتش اللي هو نزل كان ليفربول قبل ماتش بيرلي اه لو ما كانش ما كانش لحقوا يلعبوا بعد ما رجع من كاس الامم انا مش شايف ان هو من ساعه الطرد ده بعد كاس الامم لان هو على فكره في كاس الامم ما كانش حلو يعني انا كنت بتفرج عليه بس في كاس الامم ما كانش افضل حاجه انما هو من ساعه ما رجع بعد كاس الامم وهو واحد تاني خالص فلولس uh, uh, بيلعب بانسيابيه تماما الكرة بتجي بيتقطع منه بيستردها ويعرف ازاي يخرج من المام بتاعه ويسلمها صح حاجات كتير ما كناش بنشوفها نص ملعب ارسنال يعني ب... انا بشوف الحاجات دي وكنت اللي ب... هو ايه ب... ب... ببرق كده هو انت ازاي بتعرف تعمل الموضوع بالسلاسه دي انك تاخد الكوره وتخلص من المام بتاعك وتطلعها كمان طالعه صح او تعمل فنت وتلبس واحد تاني حاجات كده ما كنتش بشوفها منه اصلا قبل كده فانا حاسه بيلعب براحه في 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 حاجه عامه سواء توماس بارتي او لعيبه كتير جوا الفريق بقول لك بقت بتلعب بسلاسه باينه في الفرقه كلها معرفش دي ارتيتا ولا الجو بقى احسن من بعد ما اوباميانج ما مشي مش عارف الربط فين ولكن في حاجه فعلا متغيره من ساعه ما اوباميانج ما مشي في الكيمستري بتاعت الفريق كله في في الاداء بتاعه كله مع بعضه بقى فيه هارموني اكتر الهارموني اللي احنا عارفينها بتاعت ارسنال مش هقول لك بقى فينجر بول او ارتيتا بول او الكلام ده كله بس فكره الانسيابيه دي ونقل الكرة بسهوله انها توصل من التلت بتاعك للتلت الاخير كانت سمه ارسنال في العموم وده ما كانش موجود في فتره كبيره قوي كنا بنلعب بشكل سيء جدا ومنفر انما دلوقتي لا الموضوع بقى فيه سلاسه والوضع حاليا انا شايفه كويس فعلا لانه تشاكا بقى حتى نفسه ما بقاش هو اللي احنا بنتكلم عليه اول الموسم من المشاكل الكتير انا مثلا بقى كتير جدا مثلا شايف تشاكا ما عندوش اي مشكله يعني تشاكا كان دايما نقول ايه لو ما بيعملش مشكله هتلاقي دايما شغال ما مش هتزعل منه مش هتضايق منه ممكن ما يبقاش ظاهر معاك في المباراه انما انت دلوقتي تشاكا لا انت ما عندكش مشكله معاه بل بالعكس انت بتشوفه في الماتش بتشوفه بيجري في في في, في كاونتر اتاك عاوز يلحق ياخد الكرة مع مع اوديجارد ولاكازيت يعني بتشوف حاجات ما شفتهاش في تشاكا نفس الكلام فما اعرفش هل في تكامليات هي اللي ظبطت الدنيا ولا ولا الجو العام بقى في حاجه احسن احنا مش عارفينها هتبان في الكواليس وهتبان بعد كده في نهايه الموسم مع بن في الفيلم بن في الفيلم ما, ما بقول لك او يمكن ده معمول علشان الدنيا متظبطه عشان الفيلم يعني يمكن على فكره في ناس او في ناس كتير والله العظيم في ناس كتير لما بتتحط قدام الكاميرا او بتبقى مسلط عليها ان هي مطلوب ان هي مكشوف عليها كل حاجه وكل حاجه هتتعرض بعدين بيقدم دايما افضل ما عنده، يمكن يكون هو ده سمة الموسم ده واحنا مش عارفين، يعني ممكن تشوف حاجات في الكواليس. احنا هنجيلك. نخلي اللوم العادي الناس تصور كل موسم بقى نخلي يعني نخلي النادي بقى عامل زي ذا اوفيس كده، في حد بيصور على طول. بالظبط ده فبقول لك في حاجة في حاجة الموسم ده أنت حاسسها مختلفة فعلا في أرسنال. امم امم. طبعا 100% يعني باينة قوي باينة من احنا من ثالث ماتش أو من ربع ماتش اسف. بعد اول ماتشات في الموسم والدنيا بان الفرق الجامد بان في كل حاجه بصراحه بنبني من ساعتها خطوه خطوه وطوبة طوبه لحد ما وصل احنا فيه ده نتمنى ان شاء الله بس نستمر للاخر على خير عمر روح معاك لاخر لعيب عايز اتكلم عليه في لعيبه النهارده اتكلمنا على دفاع ارسنال واتكلمنا على توماس بارتي كان اوديجارد اللي شايف ان برايي الشخصي هم نجوم الماتش عايز اتكلم برده على الثلاثي الهجومي بتاعنا عمر ساكا مارتيني لاكازيت مارتيني بدا اول شوط كان ممكن لو مش عايز اقول مهزوز ولكن متسرع بحسه عايز يثبت حاجه وعايز يجيب الجون في اقرب فرصه عايز يعمل اسيست في اقرب فرصه عايز يحط كده حاجه على على السكور بورد زي ما بيقولوا برده محمود عليه في القصه دي الاسبوع اللي فات مع الوقت ومع تطور الماتش بدا يتحسن قراراته تتحسن ولكن طبعا لسه عنده نص صغير قوي عنده شوط يقطعه في الحته دي بالذات لاكازيت بيقوم يعني لاكازيت اللي بيعمل لاكازيت بيعرف يعمله وبيقوم بدوره على اكمل وجه بصراحه ما اثرش خالص في الحته اللي هو بيعرف يعملها وجاب ضربه جزاء حطها حلو قوي كمان أه قدام حارس ممتاز في ضربات الجزاء كاسبر مايكل حط الكوره وخلص الماتش بصراحه وريحنا بضربه الجزاء بوكايو ساكا يعني خلاص بقى بقى عادي منه بوكايو ساكا ينزل, حاجة منها ينزل على ماتش سبعه من عشره ده ما بقتش حاجه تفرق منها ساكا ينزل يرقص اربع خمس لعيبه على مدار الماتش كله كل واحده على واحد يكسبها ما بقتش حاجه غريبه بصراحه فالثلاثي ده اتمنى يستمر على نفس المستوى واتمنى اتمنى اتمنى ربنا يحفظه من الاصابات ان شاء الله عمر في الثلاثي الهجومي ده يا احمد انا شايف ان انت عندك احسن وينج يمين في الدوري بعد صلاح ساكا ساكا مم. وصل لليفل مرعب جدا 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 ويعني مش بأوفر او مش باكزجريت لا ليفل ساكا يعني لا بيخش الكرة معاه على الفلانك اليمين لو تلاحظ الباك اليمين سادريك اه ساعات بيساند معاه اوفرلاب بس هو مين اللي بيبقى دفاع وتومياسو نفس الكلام انا مش عايز اقول التشبيه ده عمر بقالي كتير بس هو يعني هو التشبيه ده فعلا انا مش بقول زيه يا جماعه ثاني انا مش بقول زيه ولا في نفس مستواه بس هو بيلعب زي ميسي بالظبط بنفس الثقه بنفس حتفه الرجل اليمين لبره بسرعه اقل عشان هو اصغر من ميسي في السن بس بس هو انت عندك يعني مشروع حاجه شبه كده طبعا يعني كـ كـ كاسلوب مش طبعا مستوى ره الميسي رهيب وبان جدا بالنسبه لي في ماتش زي نورويتش ماتش نورويتش الفينش بتاعه وخلاص الار بتاعته دي بقت تريد مارك يعني هو شويه وخلاص اي ار منه جون يعني لا وفي فينيشات اصعب عمر لو فاكر ماتش برنتفورد الفينش كان صعب الفينش جدا من زاويه ضيقه جدا صعب جدا واحد في سنه ده كمان يعني بالظبط اللي على فكره انا لما اتفرجت على الجون بهدوء بعد كده لا صعبه صعبه قوي و... أيه. وهو حته انه انه جسمه برده بحس ان هو البالانس يعني جسمه بقى اللي مد... يعني هو يعني ممكن ما تشوفوش ان هو ك... كفيزيكاليتي اقوى حاجه بس جسمه بالانس جدا بيعرف الدريبليج والفنت اللي بيعمله ما بيقعش زي بيبي مثلا لا تلاقيه داخل في اثنين و يعني كان في كوره كان فيها شك انها ضربة جزاء اساسا الكرة اللي هي الكوره اللي خدها على الوينج اليمين وكان حواليه خمسه ودخل يرقص كده تمام وطبعا كان فيها كعبالة ضربة جزاء طبعا بس طبعا الدنيا يعني ما حسبهاش أنا, آه انا 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 قلت عمر الحلقه دي فوت التحكيم خالص بس طبعا دي ضربة جزاء يعني دي ضربة جزاء بس هو ما رجعلهاش يعني ده كويس م. انه رجع لبتاعت اله الهندس يعني الصراحه ومش عارف برضو هو قعدوا يحاولوا كتير قوي يشوفوا حل ما يحسبوهاش بس للاسف استغرب ان هم خدوا كل الوقت ده وكمان قرروا ان الحكم لا خد انت القرار ده احنا مش هناخده احنا يعني. ما صح احنا دي هندي ضربه جزاء هو ده مش اي قرار يعني ما ده ما ينفعش هو انا عايز اسال أنا سأل سأل سؤال عشان عايز اسال سؤال انا بجد يمكن انا مش فاهم برضو كار... ازاي مش طرد يعني انا دي نفسي افهمها ده برضو سؤال تاني يا جماعه الجون فاضي والواد بيحطها في الجون وده شاله بإيده يعني شاله بايده فيعني إني... انا حسيت ان تايلور وهم وهو رايح هو قال لهم ان هو هيروح يديله انذار وفي لعيب مع مايكل كان بيقول له تقريبا انت رايح تديله انذار ليه فتعرف انت حسيت طريقه الكلام اللي هو بيقوله ايه اسكت انا كده عامل معاك واجب لو انت ما حدش يتكلم انا هروح اديله انذار وما حدش يتكلم هو 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 ما بيحكموش على فكره بال... بال... بالقانون او بال... بالواحد زائد واحد او بش... اثنين هو بيحكمها مش بكتاب او حاجه لا هي بال... بالمزاج يعني الماتش ماشي أوه. ازاي يعني لو لو اقول على حاجه انت عارف مثلا لو احنا 2-0 والكره دي ليستر كان طرد اللعيب بتاعنا يعني الكرة دي لو انت عارف يا احنا لو الكرة دي 2-0 لينا ما كانش حسبها اصلا كانت 2-0 مش حسبها طرد وقبل كده طرد مين؟ قبل كده ديفيد لويس، ديفيد لويس لمس م. الواد م. بس وكانت انفرادة مش الجون فاضي وجوه الستة ياردة وجاي يحطها بدماغه او شايلها بايده كان آه كان ايه؟ كان اداله طرد ديفيد لويس، ازاي كرة زي دي انا هتجنن انا بقى حتى بعد الجون ودخل وكل حاجة وعلى عيني وعلى راسي بس ازاي كرة زي دي جون فاضي بيحطها بدماغه حط ايده في الـ في الـ حط ايده منع الكره زي كره لويس سواريز اللي شالها قبل كده في كاس العالم منع الكره انها تخش او غير اتجاهها انت ازاي يعني يعني ازاي مش طرد يعني انت حسبتها بنالتي ازاي مش طرد ازاي يعني التحكيم برضو حتى وهو بينصفك ظالم ليك ظالم دي حي حقيقي انا مش منطقي ابدا بصراحه هو آه حد شاف يعني... الكره اللي بتاعت تشيلسي النهارده تشلبوها لما عمل ده كان بيقلع هدومه انا مش فاهم ليه بصراحه دي اوحش من مش فاهم ازاي دي راحت حكم بفار انت مش متخيل الكره دي اوحش من بتاعت يعني أو كره كره مش ممكن كره م... كره زي دي انت متخيل ان زي دي, دي ممكن تغير مصير فريق زي تشيلسي ان تدخله دوري الابطال و... وفرقه زي نيوكاسل ممكن تخليها تهبط اصلا تنزلها كان طرد الهافرز اللي جاب الجون اصلا اداله بالقلب وبالكوع وما بس احنا احنا الفكره كلها لعيبتنا احنا تشاكا ده لو لو بس همس همسه طرد على طول انت مش معمول بعد شفت الكوره اللي تشاكا مسكها من جوه الملعب اقسم بالله <applause> انا قلت ممكن يطردوا معرفش ليه بس <تصفيق تصفيق> انا والله العظيم انا بضحك جدا ان تشاكا يعني انا الناس كلها عارفه بحب تشاكا وعارفه ان انا بتربص له اي حاجه هو ما بتعبنيش خالص هو بيديني الحاجات اللي عايز اتريق عليه فيها بمنتهى السهوله يعني ما بتعبنيش معاه خالص كتر خير بالحجز الخماسي اللي بنزل العبه يعني انت لعيب ما ينفعش تعمل كده يعني انا دي بت... عارف ساعتها اللي هو ممكن كرة واقعه مثلا ماشيه في الهواء تبقى ماسكها فاهم ما عندكش خبره وهي دي مشكله تشاكا ان كرة زي دي كان ممكن تكون الماتش صفر صفر وتكون في حته تانية وياخد كارت احمر عادي جدا عادي ده جدا ان هو حتى فانا مستغرب بدوش هزار لا مستغرب هو بس الحكم خد باله ان هو بيتعامل مع واحد يعني متخلف مخه على قده شويه فقال لك خلاص ما يعني لا حرج لا حرج عليك لا حرج عليك <applause> بس انا على فكره <applause> نقطه مهمه بس <applause> قبل ما اقطعك يا احمد انا عاجبني جدا أوي. جدا جدا ان بارتي وتشاكا بقالهم كذا ماتش على قد ما يقدروا ما خدوش انذار الحمد لله ان يمسك الخشب يعني اللعب بقى ماتش ليفربول بيحبوا يطردوا فيه داخل علينا اهو بالظبط ماتش ليفربول دخل علينا فيها طرد دي ف... <تصفيق> <تصفيق> بس يعني انا عاجبني الفاولات حتى يعني الفاولات يعني بيعمل فاولات خلي بالك سواء بارتي او تشاك بس فاولات بهدوء فاولات من غير حقيقة من غير ما تكون اجريسيف تستفز الحكم ان يديك انذار اتحسننا شويه في الفاولات اللي هي التكنيكال بتاعت سيتي دي احنا كنا م. هو واضح ان ارتيتا عنده أو يعني بيدي اوامر او بيدي تعليمات ان هي تتعمل بس احنا ما كانش عندنا السكيل دي اصلا ما بنعرفش نعمل الفاولات دي الوضع بل اتحسن شويه بصراحه فعلا لازم تقول يا عمر ما بقاش في انذارات اتكلم معاك يا محمود اخر نقطه في الماتش التغييرات سميث رو مكان مارتينيز دي 78 بيبي 85 مكان ساكا و 88 انكاتي مكان لاجازات سيبك من اخر تغيير ده محمود كده كده تغيير صوري سوري التغييرين يعني تغيير سميث رو مكان مارتينيلي حسيته مفيد وفرق في شكل الفريق وحسنه شويه ولكن بيبي مكان ساكا حسيته اتاخر شويه محمود هو اتاخر انا اصلا كنت يعني ما اكتب وقت ما الماتش ما بتلعب احنا اصلا من بعد الجون ب 10 دقايق يعني في الدقيقه مثلا خمسة 65 70 ايه المشكله ان انت تنزل لاعب وسط ملعب تالت أو مم. تطلع واحد من الاثنين دول وتريحهم، مش معنى إن هم حلوين إن هم لازم يفضلوا يلعبوا كل 90 دقيقة، ما أنت هتفضل تقرص عليهم، أنت جاي لك لسه ماتشات متحكم في أسبوع زي ده، بالظبط مش عارف هتجيلك إمتى، يعني حتى ماتش توتنهام وماتش تشيلسي هم في علم الغيب أنت مش عارف هتلعبهم إمتى، ممكن يجوا لك الاتنين. واحد قبل مانشستر يونايتد وواحد بعد مانشستر يونايتد، طب أنت ليه ما تلعبش ال... 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 الفرقة اللي عندك دي، اللعيبة اللي عندك دي تعمل لها روتيشن ت... ت... تمشيهم كده بس اللي هو ايه يبقى بيبقى عندك جاهز ان هو حتى عنده حساسيه الماتشات مش هقولك لك ان هو يعني ايه ينزل يقدم لك حاجه لو لا قدر الله حد اتصاب بس على الاقل يبقى عنده حساسيه الماتشات ممكن تنزل الكونجا اللي هو اه اتنسى ده واتغضب عليه لان انا عارف ان هو عنده عنده مشاكل كتير ولسه هيتطور كتير بس ما تديله في اوقات كتير وانت كسبان فرقه زي دي انت كان ممكن تنزل في النص ملعب ثالث او حتى تنزل واحد مكان واحد من الاثنين محمد النني مثلا لاعب ملتزم معاك ما بيعملش مشاكل وفي نفس الوقت لما بتنزله بيقدم لك اللي انت عايزه ما تنزل لاعب نص ملعب ليه انت بس بت... يعني خلاص احنا التغييرات في اخر اربع ماتشات هي هي نفس التغييرات بتختلف بس في التوقيت على حسب الماتش نكيتيا و... و ومين ت... نكيتيا وبيبي كيتيا وسميثرو و... وسميثرو هما دول التلاتة اللي بينزلوا في اخر تلات ماتشات يعني ما لما يكون في مشكلة يعني ما بتشوفش لوكونج خالص ولا بتشوف النني ولا أي حاجة مشكلة يعني. أنت من من رفع نص ملعبك ومن صغر ومن قلة العدد اللي فيه أنت فعلا ممكن في لحظة نفسك محتاج تلعب لوكونجا ماتشين ورا بعض تلات ماتشات لو اللعيب خد كارت أحمر وإيقاف ثلاثة ماتشات لوكونجا بقى أساسي ثلاث ماتشات فأنت على الأقل خليه عنده حساسية ماتشات شوية يعني نفس الكلام مثلا في الدفاع روب هولدنج ما أنت م. بتقدم ماتشات كويسة من بين وايت و... و... واسمه ايه عايز يا سيدي تفضل مخليهم بس تريحهم شويه اسحب واحد من الثلاثه من الاثنين التانيين سواء تيرني او او او, أو سيدريك مثلا لو انت شايف ان عنده مشكله ونزل مم. مكانه هولدنج يمسكوا الثلاثه يبقوا يونت مع بعض يعني في حاجات انت ممكن تعملها انت مش بتقلل منهم بس في الوقت انت كده بتريحهم يعني بتريحهم وبتدي فرصه للعب اللي عندك ان هو يبقى عنده حساسيه الماتشات انما تغييراته بقت غريبه يعني حتى انا شايف التغيير ما كانش له لازمه مثلا بتاع بيبي يعني طب انت ليه منزله في اخر سبعة دقايق ولا عشر دقايق ومش هيلحق يعمل حاجه يعني الماتش كل ماتش خلص خلاص آه. يعني يوم ماتش الولفز انا فاهم انت كنت بتجري ورا الماتش فانت اديته فرصته ان انت انزل اعمل حاجه م. انما انت منزله وكل الفرقه حواليه خلاص عملت كل اللي هي عايزاه اللي حاول حاول واللي سجل سجل فخلاص الماتش ماشي في السير في السير ده وما عندوش مشكله طب انت منزلهم تعمل يوم كتي نفس الكلام انت ده بتضيع بيه وقت بس يعني حتى لو هتضيع بيه وقت ما, ما ملوش معنى يعني هاي هاي فاهم قبل ما نختم كده عايز اسالكم سريعا ماتش النهارده مان اوف ذا ماتش عمر مان اوف ذا ماتش هديه يعني اوديجارد الصراحه يعني كالعاده يعني شايف ان هو معك. شايف ان هو ها. هو بالظبط كده المايسترو فعلا بتاع أرسنال هو اللي بيحرك الفريق كله من غيره ما, ما فيش اي حاجه هتحصل او اللعب اللي احنا شايفينه بتاع ارسنال ده أو الطريقة بتاعت أرتيتا دي مش هتحصل يعني فهو هو مان أوف ذا ماتش أو ممكن أقول حتى كمان يعني بقاله من الخمس انتصارات بالنسبة لي هو مان أوف ماتش بغض النظر مين جاب أجوان مين عمل اسستات مين كان مم. بيعمل إيه مم. لا هو الخمس ماتشات الأخرانيين حرفيًا هو مان أوف ذا ماتش ممكن استثني ماتش وولفز الهوم عشان بيبي نزل آه. بس غير الدنيا لكن بقية الماتشات هو كان المان أوف ذا ماتش مثلا حتى في الماتش ده كان كان هو جاري 12 كيلو في الماتش ده كان مجهود جامد آه قوي في الماتش ده بالظبط محمود بنو ماتش بتاعك انا بالنسبه لي توماس بارتي آه يعني شايف انه اللي بيقدمه برده مش قليل في الفتره اللي فاتت يعني ان ما كنتش هديله بقى حقه وهو اللي جايب الجون أه وجاب كرة في العرضه على غير <applause> العاده يعني <applause> فمش مش هقدر اتمنى منه اكتر من كده يعني جون وكره في العرضه ده كتير قوي عليا من توماس بارتي يعني هو بيقدم كل حاجه في نص ملعب بس دوره الهجومي محتاج كان يزيد الفتره اللي فاتت شويه وكنا كان دايما شايفينه بيحاول فلما تبقى انت بقالك فتره بتحاول وتيجي كمان تعمل نفس الاداء الكويس كل ماتش وكمان تكلل الكلام ده بجون وتعمل تسديده حلوه جدا كمان في العرضه فانا شايف ان توماس بارتي بالنسبه لي النهارده يعني هو كان كان نجم المباراه انا حمد زي سيف زاهر وهخليها منصفه منصف بين الاثنين بصراحه انا الاحسن لاعبين في ارسنال النهارده توماس بارتي واوديجارد وهم فعلا السبب في تالق ارسنال الفتره الاخيره وتحسن ارسنال جدا جدا الفتره الاخيره مش عايز اهمل وجود شاكا ولكن فعلا هما الاثنين دول حلقه الوصل ما بين دفاع ارسنال وهجومه بيعملوا كل حاجه مارك مارتن اوديجارد لعيب يعني انا مش مهما قعدت احكي واعيد وازيد قد ايه هو عجبني قد ايه الفرجه عليه ممتعه بالنسبه لي ربنا ان شاء الله يحفظه الاصابات لحد اخر الموسم لحد ما نعرف ناخد المركز الرابع ونرجع على تشامبيونز ليج تاني ان شاء الله ونشوف مارتن اولدجت بيلعب مع ارسنال في تشامبيونز ليج تكون حاجه الصراحه حلوه جدا لاي حد شجع ارسنال أه، عمر ومحمود بشكركم شكرا جزيلا كالعاده استمتعت جدا بالتسجيل معاكم ان شاء الله هنسجل تاني يوم الخميس في ماتش مهم جدا جدا باذن الله ليفربول إن, ان شاء الله يكون انتصار ان شاء الله يكون انتصار ان شاء الله يكون انتصار تاني مش عايزين تعادل مش عايزين نطلع بنقطة عايزين ناخد ثلاث نقط ان شاء الله محمود شكرا جزيلا شكرا يا عمر شكرا جزيلا ان شاء الله هقابلكم تاني يوم الخميس ميرسي يا احمد واستمتعت يعني بال... بال... بالتسجيل وان شاء الله يوم الخميس كده نحتفل ان شاء الله باذن الله كده يعني لو ربنا كرمنا وكسبنا يعني قطعنا شوط كبير جدا, جدا 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 يعني يا رب في الحوار المركز الرابع ده ان شاء الله باذن الله كون... تلات نقط يوم الخميس متفائلين والفريق يستحق التفاؤل والفريق مستواه يشجع التفاؤل بصراحه ويشجع على ان احنا نكون شايفين تلات نقط ده شيء ممكن نعمله شيء ممكن نحققه ان شاء الله زي ما قلت تاني حلقه يوم الخميس يكون حلقه ماتش ليفربول شكرا جزيلا تسمعونا ونشوفكم ان شاء الله حلقة.